نحن الآن في أراضي قبيلة كبدانة التي أدرجت كخامس قبائل بني زناسن. العلاقة المتينة بين أهل كبدانة وبني زناسن ليست وليدة الساعة، بل هي قديمة جدا، وكانت تتجلى في التحالفات العسكرية والسياسية، وهناك تقارب كبير بينهما في نمط العيش واللغة الأمازيغية. من الملاحظ أن بعض البطون من كبدانة استوطنت بني زناسن، وبالأخص مدينة أبركان كزخانينا وأهل رأس الماء، كما أن بعض البطون من بني زناسن استوطنوا كذلك أراضي كبدانة، ومن بين هذه البطون آتوفاسير. استوطنت بعض فروع آتوفاسير سهل طاونقاط منذ القدم. لفظ طاونقاط ما زال يتداول لحد الآن، وقد ذكر في بعض الكتابات الفرنسية كسهل يوجد غرب نهر ملوية. لم يبقى من الدوار إلا أطلال منازل، فلقد هاجر السكان منذ أعوام طويلة بحثا عن حياة أفضل في المدينة، لكن في السنوات الأخيرة بدأت الحياة تعود للدوار تدريجيا بعد بناء المسجد وبناء بعض العائلات لمنازلهم في إطار ربط ماضيهم بحاضرهم وتمسكهم بدوارهم لأقصى الحدود، ولا يرضون بأي حال من الأحوال استبداله بأي مكان آخر لقضاء أوقات ممتعة من الراحة والاستجمام، خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع والأعياد. وعلى مقربة من الدوار وعلى حافة نهر ملوية توجد سبعة حنا، وتعني سبعة دكاكين، وهي محلات تجارية كانت ترتادها كل من بني زناسن وكبدانة وأهل أنقاد للتسوق. تطورت سبعة حنا وازدهرت وذاع صيتها في كامل المنطقة الشرقية، وأصبحت مركزا للتسوق يستقطب أعدادا هائلة من الناس، مما أدى إلى ربطه بمدينة زيو بخط النقل لتسهيل التنقل والتجارة. ومن المتسوقين الذين كانوا يرتادون مركز سبعة حنا بعض أهالي عين الرقادة الذين بدأوا يتعاطون للتهريب بسبب قلة العمل عند المعمرين خلال الحرب العالمية الثانية. لم يبقى من سبعة حنا إلى الأطلال، أطلال تحمل بين طياتها ذكريات وملامح الكفاح من أجل توفير لقمة العيش في تلك الفترة العصيبة. قنطرت ولد فسير لتسهيل المواصلة على المارة، لكن نريد قنطرة كبيرة لمرور السيارات لفك العزلة على هذا الدوار الذي أطاله الإهمال والنسيان. رسالة صوتية للمعنيين بالأمر.